السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن فيه بعض القصص عن مجازر ومذابح حصلت للمؤمنين في الأرض عبر التاريخ، منها ما فعله فرعون في المؤمنين من بني إسرائيل في مصر، فكان يذبح الأطفال الصغار الرضع ينحرهم نحرا يقتلهم، أما الإناث فكان يستحييهن، يعني يتركهن أحياء ليكبرن فيكن خدما له يذلهن ويستعبدهن. تخيل هذه المذابح للأطفال، غير الرجال الذين كان يقتلهم والنساء اللواتي يستعبدهن، مذابح على زمن طويل. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه المجازر كانت أيام ولادة موسى عليه السلام، وعادها فرعون مرة أخرى يوم بعث موسى نبيا فيهم، فكانت مذابح عظيمة. وكان دور موسى تصبير أهل الإيمان، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بعض ضعاف الإيمان كأنه يحمل موسى عليه السلام اللوم، ما تحمل البلاء، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فصبرهم موسى وقال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، يعني اصبروا سيهلك العدو، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ويحدثنا القرآن أيضا عن قصة أصحاب الأخدود، حفرت الحفر، أشعلت النيران، أحرق الناس، لم يترك لا طفل ولا امرأة ولا شيخ ولا ضعيف. ومع هذه المذبحة العظيمة والمشهد الأليم، الأعداء جلوس قعود ينظرون ويشهدون كيف يحترق الأحياء. لم يرحموا طفلا يصيح ولا امرأة تستنجد ولا شيخا كبيرا ولا ضعيفا مسكينا، لم يرحموا أحدا. ما جريمة الأبرياء الذين احترقوا وهم أحياء، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، إيمانهم بالله. منذ أن سن القتل قابيل ابن آدم وإلى اليوم، كم مذبحة ومجزرة حصلت لأهل الإيمان، ملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين، ربما أكثر. في قصة أصحاب الأخدود الله جل جلاله ذكر ثلاث حقائق يجب ألا تغيب عنا في أي مجزرة ومذبحة تحصل. الأولى أن هذه المذبحة بتفاصيلها التي نعلمها والتي يغيب عنا أكثرها، الله مطلع عليها والله على كل شيء شهيد. الثانية أن أهل الكفر مهما علت قوتهم، مهما ازداد بطشهم، مهما تكاثر عددهم، والله من ورائهم محيط. الثالثة أن العبرة ليست بالدنيا، أما أهل الكفر، أما الظالمون لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أما أهل الإيمان لهم الجنات. هم يفرحون اليوم لأنهم قتلوا الأطفال وسفكوا الدماء وقتلوا العزل، لكن لا سواء، قتلانا بإذن الله في الجنة وقتلاكم في النار. يا الله لا تغيب شمسها إنا وقد أريتنا في بشار وزمرته عجيب قدرتك، اللهم انتقم منه كما انتقم من إخواننا، اللهم قتله شر مقتل، اللهم عليك به وبمن وراه ممن ينصره، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. يا الله نبض قلب بشار بيدك، حياته في قبضتك، اسلبه العافية كما سلب إخواننا، اللهم انتهك حرماته كما انتهك حرمات إخواننا. يا الله يا الله طال البلاء، ولا فارج إلا أنت، ولا كاشف إلا أنت. يا الله يا الله يا الله لا تغيب شمسها إلا بفرج عاجل ونصر قريب، اللهم أقر أعينهم، اللهم كفكف دمعاتهم، اللهم ضم جراحاتهم، اللهم استجب دعواتهم.